الله سبحانه وتعالى ما كيحكم الناس الا بعد الموت ديالهم تو سامبلومون حيت في الدنيا نخطئ ونصيب ولكن ديما كتكون عندك الفرصه باش تصحح الاخطاء اللي تدير الوغ علاش كتحكم نفسك وكتلومها وكتحكم عليها بالفشل والسقوط الموضوع ديال اليوم مهم بزاف واللي غادي يعلمك كيفاش تحكم نفسك وي ولكن ما تحكمش عليها اون فا ديكوفري المحاسبة كتخليك تعرف الحاجة اللي كتضيع لك وقتك وتحاول تخدم باش تغلب عليها وتعرف الحاجة اللي زوينة باش تكمل فيها أما باش تحكم على نفسك من دابا نو حيت إلا حكمتي على نفسك من دابا غادي غير تكسيها وتهرسها ما تعاملش مع نفسك بعنف أعطيها فرصة ثانية وثالثة ولكن بقى تراقبها توجور ندير لو كونترول ديالي وكل مرة تحس براسك خرجتي على الهدف اللي خدام عليه مثلا خليتي الدروس ديالك ومشيتي كتقلب في التخربيق والتفاهات أو كتحاول تطور المستوى اللغوي ديالك قول ليها ستوب اتونسيون راه هادشي اللي تندير ماشي هو اللي خاصني ندير هكا غادي يكون عندك تواصل كبير مع نفسك وتفاهم وغادي توصل بيان سيغ للنتيجه اللي باغي اما الا جيت وقلت ليها علاش الاخر فاليدا وانا ما فاليديتش علاش هو نجح وانا ما نجحتش علاش حتى انا كنت كنوجد فحالي فحالو وهو فاليدا وانا نو فوالا هادشي غادي تقوله ولكن واش الاختلاف كاين ولا ما كاينش يس وخاصنا نامنوا به فوالا في الدنيا كاين الفقير وكاين الغني كاين اللي تزاد في اسره غنيه وكاين اللي تزاد في اسره متوسطه على قد الحال ولكن تيوصل والاغلبيه ديال الناس اللي وصلوا في حياتهم وصلوا من والو وكانت عندهم ظروف صعبه وقاسيه بزاف حاجه اخرى كاين اللي تيمرض بزاف وكاين اللي صحيح تبارك الله وقليل فاش كيمرض اذا واش غادي تقول لي يا ربي علاش خلقت شي فلان احسن مني فوالا حاجه اخرى انت نجحتي وما سقطتي حتى شي عام ولكن انت جلستي عام من بعد ما خديتي الدبلوم ديالك وانا خدمت مباشره بعد التخرج ديالي اذا حل المعادله هذه هي الحياه هكا دايره الفكره اللي بغيت نوصل هو ان العنف عمره ما خرج بالنتيجه مرضيه للطرفين وغالبا تيكون بجوج بهم خاسرين مثلا غادي في الزنقه او في الطوبيس وتناقشتي مع شي واحد ومن بعد دخلتوا في صراعات حاده وضربتيه ولا ضربك شرشمتيه ولا شرشمك فهنايا بجوج بكم خاسرين الا كنتي انت اللي حكمتيه غادي تولي طالع هابط سير طلب باش دير التنازل دور مع البوليسي اللي غادي يساوي بيناتكم ولكن الا كان هو اللي ضربك فهنا غادي تجيبها غير في صحتك دونك اجيو نمارسوا الاحسان بيناتنا ومع نفسنا اولا وما نحكمش عليها بالفشل والسقوط تنولي داخل في امراض نفسيه واضطرابات داخليه لان صحتك اصلا لا تقدر بفاليدي ولا نون فاليدي فمنحوا لنفسكم فرصه اخرى والبرنامج اللي غادي نديروا ان شاء الله في الدوره والسنة الماجية بقاو ديما ديروا راسكم الكونترول وانتوما كديروا ليه التنفيذ وفي كل ليلة قول مع راسك واش داكشي اللي خططت ليه البارح قبل ما ننعس درتو اليوم ولا نو وبقاو غاديين هكا ومن بعد النتيجة غادا تجيب بوحديتها لا هي لا الفاليداسيون ولا الراحة النفسية ديالك ما تحاولش تفكروا وتقولوا صافي في هذا العام ما خرج لي والو في لافاك والعام الجاي غادي ندير ليستية وتشوف صحابك تيقولوا هاد الهضرة نو فعاود وكمل وغادي يكون الخير ان شاء الله الوغ ما تحاولوش تمرضوا راسكم وتعنفوه حيت العنف دائما تيكون عنده مضاعفات خايبه وشي حاجه غير مرغوب فيها الدوره الاولى اكتسبت فيها بزاف الحوايج وبالنسبه ليا تجربه حقيقيه حيت النظام الكليه مختلف تماما على نظام الثانويه دونك كاملين عارفين راسكم بلي شي حوايج كان خاصكم ديروهم من الاول ولكن ما درتوهمش مثلا تكون شويه اجور مع البروف ديالك حتى شي حاجه ما تخليها تفوتك وما تخليش لي كور ولي تي دي يتجمعوا عليك حتى يبقى شهر ليكزام ولكن واش غادي نتعاودوا بنفس الطريقه جيسبر نو هذه اول حاجه وعدوا نفسكم باش ديروها والوقت عرفتوا قيمته الحقيقيه وقتاش في ايام البريباراسيون وقلتوا مع نفسكم يا ريت تكون كان مازال ليا شهرين ليكزام ولكن واش في الدوره الثانيه من هذه السنه غادي تبقاو تقيموا الوقت ديالكم وتردوا ليه البال وتحميوه ما تخلوش يمشي في التفاهات الخاويه جيسبر بالنسبه للناس اللي مكتبش لهم يفاليديو حتى شي موديل في الاس او كانوا دخلوا معطلين او جاهم سيستم ديال لافاك في شكل ولقاو راسهم سي تروطار وكاين اللي مازال تيفكر وتيقول ما غاديش نقرا اس 2 حتى العام جاي ونعاود من ازيرو وكاين اللي يسمع لصحابو ولا كتسمع لصحاباتها وخداو القرار صافي العام الجاي غادي نديرو ليستيه فاللي غادي نقول لكم بقاو في لافاك حيت لافاك عندها امتيازات وافاق كبيره اللي ما غاديش تلقاهم في ليستيه واللي غادي نحاول ندير لو ماكسيموم دو ماكسيموم باش نوجدهم لكم في الفيديو اللي من وراه هذا ان شاء الله كيلكو سوا الناس ديال اس ام بي سي اس في تي
SMA SMA والناس ديال الضروه والقانون حتى هما. دونك دخلوا تقراو الاس 2 ولا ما فهمتوش شي حاجه اللي مرتبطه بالاس 1 ديروا مجهود وقراوها. الحمد لله راه كلشي كاين ومتوفر، ها يوتيوب ها جوجل، وان شاء الله العام الجاي تقراو الاس 1 وشي دو موديل معاها من الاس 3 وابري تقراو الاس 3 وشي دو موديل معاها من الاس 1 وكوم سا العام الرابع ديال ليسونس ديالك غادي يكون عندك فيه لي موديل القلال، وهذاك الوقت اللي غادي يبقى لك ما غاديش تضيعو، غادي تزيد تقرا فيه اللغات وتطور راسك ودير فيه شي ستاج. الحمد لله كاين ميدار، خاصكم غير لو كوراج باش تكملوا. فكنتمنى تكونوا خديتو بهاد لي نوط ديال موضوع اليوم. حاسب نفسك ولا تحكم عليا، ومازال الخير ان شاء الله. ايمي سكو فو فيت اي بروتيجي فوتر بيت. ما تنساوش لايك الفيديو الى استفدتو، الى كانت هذه اول زياره ديالكم اشتركوا في القناه باش يبقاو يوصلوكم المواضيع اللي تندير حيت مهمين بزاف وخاصكم تستافدوا منهم حيت تخصكم. غادي نعاود نقول لكم ما تبقاوش تميلوا لكل ما هو سلبي، وتصالحوا مع ذاتكم وعطيوها فرصه اخرى. forgive yourself. see you next time.